بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أحبتي الكرام في كل مكان، مشاهدينا متابعينا عبر قناة أبو ظبي الرياضية، أسعد الله مساءكم بكل خير أينما كنتم وأينما تواجدتم، وكل عام والأمتين العربية والإسلامية بخير. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم من خلال هذا اللقاء من هنا من أستاد جالان بيسر هنا من سنغافورة، التي تحتضن في هذا المساء مواجهة مهمة ومواجهة منتظرة بتوقيت 7:30 في سنغافورة. هنا هذا البلد الذي ليس له ذلك التاريخ الكروي الكبير، لكنه بلد جميل، لكنه بلد الاقتصاد الكبير على مستوى آسيا وعلى مستوى العالم. اليوم سوريا تبحث عن انتصار أول من خلال هذه المواجهة، وهي ثالث المجموعة الأولى بنقطة واحدة من مباراتين، خسارة من المنتخب العماني وتعادل مع الأردن، واليوم البحث عن الفوز الأول لنسوري قسيوم، بينما المنتخب السنغافوري الذي يتذيل ترتيب هذه المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، مباراتين خسارتين للمنتخب السنغافوري في نهاية الدوري الأول. هنا يظهر أنس مخلوف المدرب السوري الذي تولى المهمة لسد الفراغ الذي تركه المدرب حسام السيد الذي انتقل لتدريب نادي القوة الجوية العراقي. إذن باسم الله نبدأ، وكل الدعوات والأمنيات بالتوفيق للمنتخب السوري في هذه المواجهة. بإذن الله انتصار أول، فوز أول يحققه المنتخب السوري، هكذا تتمنى وتطمح الجماهير الرياضية السورية بكل تأكيد. سوريا التي تدخل هذه المباراة بتشكيلة مكونة من مصعب بلحوس، أحمد الصالح، حمد المصري، لؤي شينكو، مهدي زهير، أحمد الدوني، ونديم صباغ، حسن الجويد، وسنحريب مالكي، وعمر السومة، محمود المواس. بينما المنتخب السنغافوري الذي يدخل بنفس التشكيلة التي خاضت المباراة في الجولة الماضية، سأتحدث عنها، لكن أبقى مع هذه الكرة. الكرة تصل في الجهة اليمين لصالح المنتخب السنغافوري، يوم حافل باللقاءات، كرة للمنتخب السوري، تسديدة لكن الكرة تعود، عادت مجددا في الجهة اليسرى، طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. رمية تماس لصالح المنتخب السنغافوري. هنا أنس مخلوف، أسماء عديدة تولت قيادة المنتخب السوري على مستوى المدربين السوريين، بداية من المدرب موسى الشماس في عام 1980 كأول مدرب سوري يقود المنتخب السوري. دقيقة أولى على بداية شوط المباراة الأول في هذا اللقاء، التصريحات كانت منطقية وواقعية وفيها الكثير من الاحترام من جانب المدربين، سواء من جانب ستانك مدرب المنتخب السنغافوري أو من جانب أنس مخلوف مدرب المنتخب السوري. كرة تصل سهلة لمصعب بلحوس الحارس صاحب الخبرة الكبيرة جدا، 30 سنة و90 مباراة دولية مع المنتخب السوري، على الحارس الذي يلعب لنادي ظفار العماني، نتمنى له كل التوفيق. سوريا بالأسماء قادرة على تحقيق الانتصار، سوريا بالأسماء المتواجدة بهذه التشكيلة التي اختلفت قليلا عن تشكيلة المباراة اللي خاضت مباراة الأردن في الجولة الماضية. حب أنس مخلوف أن يضيف بعض الأسماء، يحاول أن يضيف الإضافة التي تقدم المردود الجيد في هذه المباراة لمنتخب نسوري قسيون، المنتخب السوري الذي يبحث في أول أيام عيد الأضحى المبارك أن يرسم القليل من الفرحة للشعب السوري من خلال هذه المواجهة ومن خلال هذا اللقاء. الكرة تصل في الجهة اليمين، محاولة الآن
للمنتخب السنغافوري. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. حضور جماهيري كبير في هذه المباراة، لكن هذا الحضور لا يخيف المنتخب السوري. كرة الآن، الكرة تصل في منتصف الملعب، ترسل إلى الأمام. محاولات وضغط في البداية، في اللحظات والدقائق الأولى من هذا اللقاء، نشاهد حقيقة رغبة كبيرة واضحة من المنتخب السوري لتحقيق الفوز، لتحقيق الثلاث النقاط الأولى في هذه المباراة. سوريا التي تبحث عن التواجد السادس في النهائيات الآسيوية بعد أن تواجدت في عام 80 و84 88 96 2011. المشاركات الخمس الماضية للمنتخب السوري ربما لم يحقق فيها النجاح الكبير، لكنه يسعى لأن يتواجد هنالك في أستراليا التي ستستضيف البطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخها في عام 2015. الكرة بتعود للخلف، تبعد إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس أبعدت من اللاعب حمد المصري، بينما هنا ستانغ مدرب المنتخب السنغافوري الذي قال: نكن كل الاحترام للمنتخب السوري، ونعلم بأننا في مواجهة منتخب صعب، لكن اليوم يجب بأن نفوز، لأن خسارتنا في هذا اللقاء ستفقدنا الكثير من القوة ومن الحظ ومن النصيب في الوصول من هذه المجموعة الصعبة. كرة للمنتخب السوري، انطلاقة في الجهة اليسرى، فرصة لكن الكرة تبعد. سنحريب مالكي حاول، لكن الكرة أبعدت عن طريق محمد صفوان وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس للمنتخب السوري. الرغبة واضحة والروح واضحة في هذا اللقاء، وأعتقد بأن الإمكانيات متوفرة في أرضية الملعب من أسماء متواجدة مع المنتخب السوري بقيادة هذا الرجل أنس مخلوف الواضح أمامك. خمس دقائق أولى مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قناة أبو ظبي الرياضية. النتيجة الواضحة أمامك هي التعادل السلبي حتى هذه اللحظة في هذا اللقاء المهم جدا في ما بين سوريا وسنغافورة، في ثالث لقاء لكلا الفريقين. لدينا لقاءات مهمة اليوم أيضا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية 2015. هونغ كونغ تستضيف الأبيض الإماراتي. كل الدعوات والأمنيات بالتوفيق لأبيض الإمارات في ذلك اللقاء والعودة من هونغ كونغ بالثلاث النقاط. الأردن أمام عمان والعراق أمام السعودية في قمة منتظرة، وسوريا تبحث عن أول الأهداف. خذوهات بشكل ممتاز، والفرصة بتضيع على المنتخب السوري، ضاعت على المنتخب السوري. مباراة مهمة كثير، لأن الفوز لسوريا اليوم يعني الوصول إلى النقطة الرابعة، وهذا يعني بأن المنتخب السوري سيكون منافس وبقوة لحصد إحدى البطاقات من هذه المجموعة، المجموعة الصعبة جدا حقيقة بالنظر لتواجد الأردن وتواجد المنتخب العماني كاسمين منافسين وبقوة للمنتخب السوري في هذه المجموعة. كرة في منتصف الملعب للمنتخب السوري، انطلاقة وتمرير كرة إلى الأمام، كرة في الجهة اليمين، فرصة للمنتخب السوري، لكن الكرة تبعد. النية واضحة والمكتوب واضح من عنوانه، ونسور قسيون اليوم من أجل انتصار أول. الرغبة واضحة لديهم. أنس مخلوف هنا التوجيهات، المطالبة بالتقدم إلى الأمام، المطالبة بالتركيز بشكل أكبر، المطالبة بتحقيق فوز أول. وهذا الفوز كما ذكرت سيكون فوز معنوي كبير جدا للمنتخب السوري، لأنه سيصل بهم للنقطة الرابعة، وهذا يعني دخولهم بشكل رسمي في المنافسة على إحدى البطاقات في هذه المجموعة. هذا المدرب ستانغ
المدرب الواضح أمامك كما تحدثت، سنغافورة بتاريخ يعني كروي ضعيف جدا، بتاريخ كروي لا يبدو كبيرا حقيقة للمنتخب السنغافوري الذي لا تستطيع أن تقارن إطلاقا بما وصلت إليه المنتخبات الأخرى في شرق القارة كاليابان ككوريا الجنوبية، الاسمين الكبيرين والاسمين اللي بكل تأكيد هم خير من يمثلون القارة الآسيوية دائما، لكن نتمنى تواجد وحضور عربي كبير في أستراليا. كرة ترسل إلى الأمام، حتى الآن التعادل السلبي يسيطر على أجواء هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، الكرة تصل لشرحال إسحاق يحاول، لكن الكرة تبعد من أمامه والكرة إلى رمية تماس للمنتخب السنغافوري. طبعا لدينا خمس مجموعات يتأهل الأول والثاني، عشر منتخبات يتأهلوا إلى أستراليا بالإضافة لأول ثلاث منتخبات في كأس آسيا الماضية، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، وبالإضافة لبطلي كأس التحدي 2013 و2014 لدينا إذن سيكون 15 منتخب، ولأن أستراليا مستضيفة هي ستكون بالإضافة لأن سيتم اختيار أفضل صاحب مركز ثالث من بين المجموعات الخمس. هكذا هي الصورة تبدو للتصفيات ونظام التصفيات الآسيوية. كرة للمنتخب السوري ترسل في الجهة اليمين، محاولة الآن عرضية لكن تبعد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للمنتخب السوري. نصل إلى الدقيقة العاشرة، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحبتي أينما كنتم، عشر دقائق أولى في هذا اللقاء لا توجد فيها الفرص الحقيقية، لا توجد فيها الفرص الخطيرة من الجانبين، سواء من الجانب السوري أو من الجانب السنغافوري. كرة ضاعت في اللقطة الماضية على اللاعب أحمد الدوني، اللاعب الواضح أمامك، واحد اللاعبين الممتازين في خط المقدمة للمنتخب السوري. خطأ وبطاقة قد تظهر وقد تكون البطاقة الأولى مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء. خطأ للمنتخب السنغافوري. لقاءات سوريا أمام منتخبات شرق القارة في هذه التصفيات لدينا عشر لقاءات، لكن لدينا كرة الآن خطيرة بتضيع على المنتخب السوري. استر يا ستار، في كرة هي الأخطر عن طريق القائد جرحال آل إسحاق، في كرة خطيرة جدا للمنتخب السنغافوري، غابت فيها التغطية وغابت فيها الرقابة، ومصعب بلحوص كان في الموعد، أبعد كرة خطيرة جدا، ممتاز مصعب في إبعاد هذه الكرة الخطيرة جدا للمنتخب السنغافوري، الفرصة اللي بتضيع على منتخب سنغافورة. كرة ترسل في الجهة اليمين، وصلت لأندار سهدان، يرسل كرة إلى الأمام، سنغافورة تأخذ الثقة، تأخذ جرعة معنوية. يجب أن لا تعطي مثل هذه المنتخبات الثقة في اللحظات والدقائق الأولى. تحدث عن سنغافورة، هونغ كونغ، فيتنام، أندونيسيا، هذه المنتخبات لما تلعب على أرضها أحيانا يمشي معها الحظ، وأحيانا الروح الموجودة من الجماهير ومن المشجعين تعطيهم دافع بأنهم يقدمون مباراة كبيرة وممكن يأخذون منك ثلاث نقاط بهدف يأتي بالصدفة، بهدف يأتي بالحظ. ولذلك أقول بأن التركيز مهم ومطلب كبير جدا. براند ستانك المدرب الألماني صاحب 65 سنة، الرجل العجوز الذي يقود المنتخب السنغافوري الذي يبدأ الآن بالسيطرة على الشوط الأول من هذا اللقاء. كرة بتلعب، وصلت للمنتخب السوري، تبعد، عادت مرة أخرى للمنتخب السنغافوري، كرة خطيرة إلى الأمام، يا سلام على مصعب بلحوز، قام بدور المدافعين وأبعد كرة خطيرة للمنتخب السنغافوري. التركيز مهم،
التركيز مطلب كبير من أجل سوريا، من أجل إسعاد الشعب السوري في هذا المساء. الكرة ترسل إلى الأمام في الجهة اليسرى للمنتخب السنغافوري، محاولة الآن والكرة طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى للمنتخب السوري. في نوع من عدم التركيز، من عدم التوازن في الخط الخلفي للمنتخب السوري، يجب أن يركز ويعمل عليه المدرب أنس مخلوف. شوف هذه الكرة كيف مرت بتمريرة أكثر من رائعة، لكن مصعب بلحوس صاحب الخبرة الدولية الكبيرة وصاحب 90 مباراة دولية قام بدور المدافعين وأبعد كرة خطيرة جدا. كرة الآن فرصة للمنتخب السوري، يا الله ضاعت الفرصة الأولى، ضاعت المحاولة الأولى. هم قادرون على تحقيق الانتصار في هذا المساء، لكن فرصة بتضيع ومحاولة خطيرة جدا. شوف التمريرة الرائعة، أحمد الدوني هو اللي حاول سدد كرة خطيرة، لكن محمد أزوان أبعدها، ولذلك فرصة تضيع على المنتخب السوري. ضربة ركنية للمنتخب السوري. النسور من أجل التحليق في هذا المساء، من أجل التحليق هنا في سماء سنغافورة. الكرة تعود مجددا في الجهة اليمين للمنتخب السوري، وصلت أقصى الطرف الأيمن، البحث عن العرضية، يا الله على كرة بتضيع وعلى محاولة من أروع ما يكون. فرصة هي الأخطر في شوط المباراة الأول ضاعت على المنتخب السوري. شوف الكرة العرضية، التحرك السليم جدا من مين؟ من سنحريب مالكي، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى للمنتخب السنغافوري. كرة بتلعب، محاولة الآن، خطأ يحتسب وقرار سليم من حكم المباراة ينفذ بشكل سريع. تمرير كرة، الكرة بتعود، تسديدة قوية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة ركنية. تسديد عن طريق مهدي زهير، بدأ المنتخب السوري يخوض على الأوضاع، بدأ المنتخب السوري يدخل في أجواء المباراة بتركيز عالي كبير، بدأ يحاول، بدأ يشعر بأن المنتخب السنغافوري ليس ذلك المنتخب الصعب وليس ذلك المنتخب الذي من المستحيل بأن تنتصر عليه في هذه المباراة. ضربة ركنية، ضربة ركنية للمنتخب السوري. الكرة بتلعب عرضية عالية، المحاولة ما زالت مستمرة، تبعد في توقيت سليم، عادت للمنتخب السنغافوري إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، يوم آسيوي حافل بالعديد من اللقاءات، بالعديد من المباريات في مختلف الأماكن، في مختلف الدول، من أجل الوصول إلى السورالي 2015. محاولة الآن للمنتخب السوري، انطلاقة بشكل أكثر من ممتاز، وصلت لأحمد الدوني، الكرة بتعود للخلف لمنتخب سوريا في الجهة اليسرى. نديم صباغ، نديم بيمشي كرة إلى الأمام، لكن الكرة تبعد من أمامه. محمود فارتيز، الكرة في اليمين المنتخب السنغافوري، محاولة الآن، الكرة عادت في منتصف الملعب، ترسل في الجهة اليسرى للمنتخب السنغافوري، الفريق الذي هو الآخر يبحث بلا شك عن وصول. وكرة خطيرة جدا، يستغلون عدم تركيز الدفاع، وبالتالي شرحان آل إسحاق أخطر لاعبيهم حتى هذه اللحظة يشكل خطورة كبيرة. لكن تصريح كبير من محمود المواز، اللاعب الذي قال المنتخب السوري سيتجاوز سنغافورة بالثلاثية بإذن الله. كرة عرضية، الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للمنتخب السوري، لكن أنس مخلوف يقول خبرة لاعبينا سترجح الكفة في هذه المواجهة، وأنا أتفق معه تماما فيما قال. 18 دقيقة شوط أول، التعادل السلبي ما زال مستمر، ننتظر الهدف الأول، ننتظر الفرحة الأولى، ننتظر الضربة الأولى في هذه المواجهة للمنتخب السوري. الكرة في الخلف،
ترسل إلى الأمام في منتصف الملعب. محاولة الآن وصلت للاعب لويشينكو، اللاعب المحترف في السويد، وهو اللاعب الثاني الذي يتواجد كمحترف في القارة الأوروبية. نتحدث بعد هذه الكرة، محاولة الآن للمنتخب السوري، انطلاقة لكن الكرة تبعد، عادت مجددا. سوريا تدخل أجواء اللقاء، سوريا تدخل أجواء هذه المواجهة في هذه اللحظات. محاولة الآن، فرصة والخروج من حارس المرمى والكرة سلم. تحدث عن لؤي شينكو وتحدث عن سنحريب مالكي، الاثنين اللي يتواجدون في أندية أوروبية، وبالمناسبة في كامل التشكيلة السورية ولا لاعب يلعب في نادي سوري، يعني كل اللاعبين محترفين، كل اللاعبين لديهم خبرة، لديهم تجربة، لديهم إمكانيات عالية. أم ماذا تقول يا براندستانك؟ الكرة تحولت إلى رمية تماس. الكرة بتلعب للمنتخب السوري عن طريق حمد المصري، وصلت لأحمد الصالح اللي بيمشيها في الجهة اليمين. خذوها في منتصف الملعب، التركيز مطلوب جدا، استغلال الفرص أمر أيضا مطلوب في هذه المباراة. كرة ترسل إلى الأمام، تبعد، وصلت للمنتخب السوري، الكرة إلى الأمام، فرصة الآن والكرة بتضيع. عملهم قلق أحمد الدوني، عامل قلق كبير لدفاع المنتخب السنغافوري في الخط الخلفي، هو اللي يتحرك بشكل سليم، هو صاحب المحاولات الأخطر حتى الدقيقة 20 في شوط المباراة الأول، اللاعب أحمد الدوني، واللي أكيد ينتظر أن يسجل في هذه المباراة ضربة ركنية لمنتخب نسوري قاسيون. 20 دقيقة في الساعة، الكرة تبعد، محاولة ما زالت مستمرة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى. سنغافورة، جمهورية سنغافورة التي تقع في جنوب شرق آسيا، هذا البلد السياحي الجميل، وهذا البلد النظامي لأبعد الحدود. يعني سنغافورة بلد جميل، بلد سياحي، لكن لما نتحدث عن الكورة، لما نتحدث عن الساحرة المستديرة، فإن سنغافورة لا تملك ذلك التاريخ الكروي الكبير. مرة واحدة فقط تواجدت سنغافورة في النهائيات الآسيوية في عام 84، التواجد الوحيد، وخرجت من دور المجموعات بعد أن حققت انتصار وحيد على الهند، بعد ذلك خسرت من الصين 2-0 ومن الإمارات 1-0 وتعادلت مع إيران وودعت تلك البطولة، وها هي تناشد الوصول وتبحث عن الوصول إلى أستراليا. لكن الثلاث نقاط ليس على حساب المنتخب العربي السوري، ليس على حساب سوريا. الكرة في منتصف الملعب ترسل إلى الأمام، عادت مجددا للمنتخب السنغافوري في منتصف الملعب للاعب هاريسو اللي بيعيد الكرة للخلف، ترسل أمامية إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، رمية تماس، هنا جانب من الحضور من الجماهير السنغافورية التي تتابع هذا اللقاء والتي تتواجد في هذه المباراة. هذا واضح أمامك براندستانك، المدرب الألماني 65 عام، مسيرة طويلة لهذا الرجل اللي قاد أكثر من منتخب عربي، قاد عمان في 2001 وقاد العراق كمدرب، لكن تاريخه كلاعب لا يبدو كبيرا جدا. في ألمانيا إن لم تلعب للبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وهانوفر وأنتراخت فرانكفورت وهذه الأندية الكبيرة فأنت لست لاعبا كبيرا.
كرة في منتصف الملعب إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس للمنتخب السوري. ما زال التعادل السلبي يسيطر مشاهدين الكرام على أجواء هذه المباراة التي تعتبر الرسمية الأولى بين المنتخبين، لم يسبق لهما بأن تواجها في مباراة رسمية كهذه. كرة ترسل إلى الأمام، محاولة الآن، الدوني بيحاول، الكرة معاه، مشاها صح لكن الكرة تبعد والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس. حديث من حكم المباراة مع اللاعب سنحريب مالكي، 29 سنة، 18 مباراة دولية وهدف وحيد، لاعب نادي كيسم باسا التركي، اللاعب اللي منذ أن كان شابا ترك سوريا متنقلا بين عدة أندية في هولندا، في بلجيكا، في اليونان، وبالتالي لاعب مؤثر في تشكيلة المنتخب السوري. هنا تحدث عن سنحريب مالكي اللاعب السوري. 0-0، نتيجة ليست إيجابية بكل تأكيد لا للمنتخب السوري ولا حتى للمنتخب السنغافوري. الكرة بتلعب إلى الأمام، تصل في منتصف ملعب المباراة، سنحريب بيمشيها، الكرة فيها خطأ للمنتخب السوري، خطأ للمنتخب السوري. كرة ترسل إلى الأمام، كرة تحولت إلى رمية تماس. الحضور الجماهيري، لكن الأمر السيء في سنغافورة، يعني التي أصدرت قبل فترة أوامر باعتقال بسبب تلاعب في مباريات كرة القدم هنالك في الدوري السنغافوري، الأمر الذي بكل تأكيد أزعج المسؤولين عن كرة القدم في سنغافورة. فرصة الآن للمنتخب السوري، كرة في الجهة اليسرى، نديم صباغ مشاها صح لكن من يوصلها صح للمرمى؟ الكرة في الجهة اليمين للمنتخب السوري، البحث عن الضربة الأولى، عن الفرحة الأولى، كرة عرضية، الكرة تبعد، وصلت في منتصف الملعب، ترسل إلى الأمام للمنتخب السنغافوري والكرة فيها خطأ وصافرة، خطأ وصافرة. هذا شرحال إسحاق كابتن المنتخب السنغافوري واحد من أقدم اللاعبين في المنتخب السنغافوري، هو اللي بيتحرك، هو اللي بيشكل خطورة واضحة حتى الآن في 26 دقيقة أولى في شوط أول في هذه المباراة التي تجمع فيما بين سوريا وسنغافورة، المباراة الثالثة لكلا الفريقين لحساب المجموعة الأولى، المجموعة الصعبة اللي يتواجد فيها يعني أكثر من منتخب عربي، سوريا، الأردن، عمان، وبالتالي مجموعة بكل تأكيد صعبة وصعبة جدا. خطأ للمنتخب السنغافوري، 26 دقيقة، الكرة ترسل إلى الأمام والكرة سهلة، كرة وصلت في منتصف الملعب، عادت مجددا للمنتخب السوري، فرصة الهدف الأول، يا الله، فرصة الهدف الأول ضاعت لكن المحاولة ما زالت، العرضية لكن بتضيع، أحمد الدوني كان قريب وسوريا قريبة من الهدف الأول، يا الله، فرصة وياهي فرصة، فرصة وياهي فرصة للمنتخب السوري. أحمد الدونا ضاعت، شوف التمريرة يا عيني على التحرك السليم وعلى التمرير السليم وعلى اللمسة الأخيرة التي لم تصل إلى الشباك، يتحسر عليها أنس مخلوف لأنه يعلم بكل تأكيد أهمية الانتصار في هذه المباراة. الهدف قادم لكن التركيز يجب أن يكون كبير. محاولة الآن للمنتخب السوري، وصلت في منتصف ملعب المباراة، ترسل في الجهة اليمين، فرصة الآن، الدونة بيحاول، تبعد من أمامه، الضغط، الكرات الـ العالية
ربما تأتي بحل المنتخب السوري، والتمريرات الأكثر من رائعة والتجانس والتفاهم الواضح فيما بين لاعبي المنتخب السوري سيأتي بهدف المباراة الأول. فرصة الآن وصلت في الجهة اليسرى، ترسل في الطرف الأيسر في منتصف الملعب للمنتخب السوري، مهدي زهير إلى الأمام، لكن التمريرة كانت سريعة جدا والكرة وصلت سهلة لحارس المرمى السنغافوري محمد أوزوان. شوف هذه الكرة، هذه الفرصة يا توني، كان قريب من أن يضع المنتخب السوري في المقدمة، لكن على أي حال فرصة ضاعت، كرة ضاعت، ويبقى الأمل في تحقيق الفوز موجود. كرة ملعوبة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، هذا مصعب بلحوس اللاعب المحترف مع نادي ظفار العماني، واللاعب صاحب التجربة الكبيرة. كرة ترسل إلى الأمام في منتصف ملعب المباراة، لكن الكرة أبعدت، وصلت الآن وفي لاعب ساقط على أرضية الملعب. المنتخب السوري في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك يريد أن يقدم العيدية ويريد أن يقدم الفرحة لسوريا. سوريا هي الحارة والأصحاب، المدرسة والطريق الذي تسكعناه مئات المرات، هو الطاولة التي درسنا عليها والغرفة التي تشاركنا بها أخوة وأخوات، هي همومنا الصغيرة التي كبرت وأحلامنا الكبيرة التي تضاءلت، هي الذكرى التي تجمعنا في الماضي والأمل بلقاء في المستقبل. نعم نعم، أتحدث من القلب وأتمناها من القلب للمنتخب السوري في هذه المباراة. كرة ترسل إلى الأمام، التركيز في الكرات واستغلال الفرص وعدم إتاحة أي فرصة للمنتخب السنغافوري الذي يملك لاعب وحيد اللي يتحرك بشكل سليم، واللاعب اللي يعني يعتبر الأخطر في المنتخب السنغافوري اللاعب شرحال إسحاق. خطأ. نص ساعة مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية مرت على شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، والتعادل السلبي ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. خطأ على التنفيذ، نديم صبان، الكرة ترسل إلى الأمام عالية للمنتخب السوري، الكرة إلى ضربة، ركلة مرمى، ركلة مرمى، ركلة مرمى للمنتخب السنغافوري. كرة القدم في سنغافورة رغم أنها تمارس بشكل كبير جدا، لكن سنغافورة ما زالت المسافة بعيدة عليها للوصول إلى ما وصلت إليه المنتخبات القريبة منها في شرق القارة، ما زالت بعيدة، ما زالت تحتاج لعمل كثير. اليابان ماذا فعلت لكي حتى تصل إلى ما وصلت إليه اليوم؟ اليابان ماذا فعلت حتى تقارع الكبار، حتى تتواجد في بطولة كأس العالم وتقدم المستوى الكبير؟ اليابان وصلت، وحينما أقول وصلت أقولها وأنا أعي بذلك بأن المنتخب الياباني الذي حتى بعد دخول استراليا إلى القارة الآسيوية لم تكن قادرة استراليا على أن تأخذ العرش الآسيوي من اليابان، مثال يحتذى به في كل الأحوال، بالإضافة إلى المنتخب الكوري الجنوبي. لكن ماذا عن هذا اللقاء؟ ماذا عن هذه المواجهة التي ما زال التعادل السلبي يسيطر عليها هنا في سنغافورة، في مساء سنغافورة؟ سوريا ستخطف الانتصار بإذن الله. خطأ للمنتخب السنغافوري، وكرة في مكان خطير جدا، التركيز مهم، وتواجد مصعب بلحوس في حراسة المرمى، لا خوف على مرمى سوريا. خطأ للمنتخب السنغافوري، الكرة بعيدة وين؟ إلى ركلة مرمى.
ركلة مرمى، الكرة بعيدة إلى ركلة مرمى للمنتخب السوري. في منتخبات من اللحظات والدقائق الأولى تشعر إن كانت قادرة على تحقيق الفوز، وتشعر يعني حتى في الرغبة منذ قبل أن تبدأ المباراة في النشيد الوطني، تشاهد يعني ملامح وجوه اللاعبين اللي يظهر عليها الإصرار الكبير، اللي تظهر فيها الروح الكبيرة. هنا تعلم بأن هذا الفريق سينتصر. الكرة في الجهة اليمين، فرصة للمنتخب السوري. حكم المباراة ماذا يقول؟ ما فيها شيء. إذا هذه الكرة ما فيها شيء يا حكم المباراة، حقيقة قرار غريب جدا. شوف التدخل، واضحة بأنها خطأ، واضحة بدون أن أتحدث عنها، ولكن ربما لأنه منهم. لكن حتى أنس مخلوف يحتج على قرار حكم المباراة. كرة ملعوبة وصلت في الجهة اليمين في منتصف الملعب للمنتخب السنغافوري، اللي ما زال يحاول أن يحافظ على أن ينتهي شوط المباراة الأول بهذه النتيجة. فرصة الآن، الكرة بتعود لحارس المرمى، ترسل إلى الأمام في منتصف ملعب المباراة. السيطرة على منطقة الوسط أمر مهم جدا. حكم المباراة بيمشي، محاولة الآن للمنتخب السوري، خذوا هات بشكل ممتاز. فرصة المرور، السقوط، حكم المباراة أخيرا احتسب. بعد أن تغاضى عن أكثر من قرار، يعني الحكم على فكرة من الحكم من الصين، وهو يتغاضى عن القرارات ولا يحتسب أخطاء، يعني يشعرك بأنه في لعبة الكونغ فو. في الكونغ فو ما في يعني ما في أخطاء، تقاتل حتى يعني حتى أن تنتهي، ولم تعد قادرا على أن تقاتل. الحكم الصيني يشعرنا بهذا حقيقة في اللحظات والدقائق الماضية. خطأ للمنتخب السنغافوري. نتمنى لكل المنتخبات العربية التوفيق في حصد الثلاث النقاط لكل المنتخبات اللي تلعب خارج بلادها. مباراة منتخب الإمارات بدأت أمام هونغ كونغ، الدعوات والأمنيات بكل تأكيد. بينما أنا أنس مخلوف، الذي بالمناسبة أصبح المدرب الثاني عشر يتولى قيادة المنتخب السوري، يعني كمدرب سوري هنا أتحدث. خطأ للمنتخب السوري. الكرة ترسل عالية إلى الأمام والكرة تبعد. المحاولة ما زالت، وصلت في الجهة اليسرى والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس للمنتخب السنغافوري بقرارات حقيقة نتحفظ عليها من قبل حكم المباراة في الدقائق الماضية في شوط المباراة الأول. وحتى الاحتجاج واضح من السيد أنس مخلوف في أكثر من قرار، في أكثر من خطأ خاطئ لحكم المباراة. هدي أنس مخلوف، سوريا ستنتصر اليوم بإذن الله. الحكم الصيني الذي ما زال يتخذ قرارات غريبة في الدقائق الماضية، وهذا وضع وهذه عادة ما هي غريبة، ربما تعودنا عليها من قبل بعض الحكام. الكرة تصل في الجهة اليسرى، خطأ للمنتخب السوري، خطأ للمنتخب السوري. 37 دقيقة لعب في شوط المباراة الأول والنتيجة ما زالت سلبية. مشاهدينا الكرام، البحث عن الهدف الأول ما زال مستمر. لؤي شينكو على تنفيذ الخطأ للمنتخب السوري، ترسل عالية إلى الأمام إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لصالح المنتخب السوري، الذي سيضغط في اللحظات والدقائق القادمة باحثا عن هدف التقدم، باحثا عن إنهاء شوط المباراة الأول بواحد صفر. يعني أفضل بكثير لما تنهي شوط المباراة الأول 1-0 وأنت تلعب خارج أرضك. أكيد أكيد أكيد
بأنها نتيجة إيجابية. رمية تماس حسين الجويد على تنفيذ رمية التماس للمنتخب السوري. الكرة بتلعب عرضية عالية والكرة تبعد، عادت مجددا إلى رمية تماس أخرى للمنتخب. رمية تماس، رمية تماس للمنتخب السنغافور للمنتخب السوري. كرة بتلعب إلى الأمام، فرصة الآن للمنتخب السوري، الكرة تبعد، عادت مجددا في الجهة اليمين، ترسل إلى الأمام، لكن الكرة تعود مرة أخرى. المنتخب السنغافوري الذي يعتمد على الكرات المرتدة، لكن التغطية الدفاعية موجودة من الجويد اللي بيعيدها في مبدأ الأمان للي عنده كل الأمان مصعب بلحوس. كرة بتلعب 39 دقيقة حبيبتي الكرام. براندي ستانغ ما زال يعطي تعليماته وتوجيهاته، وما زال التعادل السلبي يسيطر على شوط المباراة الأول. ماذا عن الدقائق القادمة؟ ماذا عن اللحظات القادمة قبل أن ينتهي هذا الشوط؟ هل تحلق نسور كاسيون هنا في هذا الملعب، هنا في هذا الاستاد، هنا في سنغافورة؟ الكرة ترسل إلى الأمام، محاولة الآن في منتصف الملعب، فرصة، الكرة عادت مجددا للخلف إلى رمية تماس. سنغافورة البلد اللي لدينا فرصة الآن للمنتخب السنغافوري. الكرة بتعود للخلف في الجهة اليسرى، انطلاقة للمنتخب السوري، فرصة في الجهة اليسرى، محمود المواس انطلق، الكرة ترسل، الله! ياهي فرصة، وياهي كرة، وياهي محاولة ضاعت، ضاعت! هي الأخطر، شوف محمود المواس انطلق، الذي قال سننتصر بالثلاثة على سنغافورة. الكرة لم تشب، لم تريد، وإن لم تريد فإنها لم تريد، لكن حارس المرمى كان له دور كبير. لا تتحسف يا أنس مخلوف، الهدف قادم، الانتصار قادم. خمس دقائق على نهاية شوط المباراة الأول، التسجيل أمر مهم جدا. الكرة وصلت لمحمود المواس في منتصف، لا لا لا، الكرة بتعود للخلف بشكل خاطئ، لكن تبعت في التوقيت السليم، وصلت في الجهة اليمين للمنتخب السوري. انطلاق أقصى الطرف الأيمن، إعطاء مبدأ تحت الفرصة، التسديد من بعيد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. الدوني ومحمود المواس عمل كبير جدا. سوريا بطلة بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2012 مع المدرب السيد حسام السيد، وهو واحد يعني ذلك الانتصار يعتبر أبرز انتصار وأبرز إنجاز ربما للمنتخب السوري. لكن يجب بأن لا ننسى بأن سوريا قدمت أسماء كبيرة، يعني تحدث عن عمار عوض، تحدث عن كردغلي، تحدث عن عدة أسماء حقيقة في تاريخ كرة القدم السورية. رغم مشاركات الخمسة ورغم عدم تحقيق نتائج إيجابية، لكن قدمت أسماء كبيرة، انتهاء في عام 2011 في الدوحة بفراس الخطيب، يعني في أسماء حقيقة يجب بأن لا ننساها في كرة القدم السورية. الكرة بتعود للخلف للمنتخب السوري، وصلت في الجهة اليمين في منتصف الملعب للمنتخب السوري. الكرة بتعود في الجهة اليسرى، وصلت لنديم صباغ، نديم بيحاول، عادت مجددا لمنتخب نسور قاسيون. كرة تصل في الجهة اليمين إلى خارج أرضية الملعب بعيدة رمية تماس. لما أقول سوريا فأنني أقول سوريا الأدب والتاريخ والحضارة والفن. نعم، والحضارة والفن، يعني
تتحدث عن ممثلين، عن الدراما، تتحدث عن فنانين كبار قدمتهم سوريا. اي والله كبار، تتحدث عن صباح فخري مثلا، يعني عن سلطان الطرب جورج السور. كبيره يا سوريا، والله كبيره. الكره بتلعب عرضيه، لكن اليوم الاهم هو الفوز، هو الثلاث نقاط، هو تحقيق الانتصار في هذا المساء، الفوز الاول الذي يبحث عنه السيد انس مخلوف. رميه تماس المنتخب السنغافوري، دقيقتين على نهايه شوط المباراه الاول من هذا اللقاء. رميه تماس للمنتخب السنغافوري، الكره بتلعب عرضيه عاليه تبعد بشكل ممتاز، عادت خطيره، المرتده الان، المرتده الان، لكن وين؟ المتابعه غير موجوده، لا يتواجد سوى المواسم المقدمه وسنحريب مالكي. الكره بتلعب عرضيه عاليه الى الامام، تبعد بشكل ممتاز، تسديده، اوه خطيره، خطيره الكره الماضيه، سنغافوره تهاجم الان، سنغافوره تحاول الان، لكن التغطيه ممتازه، المواس مشاها بشكل ممتاز، مرتده للمنتخب السوري، فرصه الهدف الاول، سنحريب مالكي في الطرف الاول هنا في الجهه اليسرى، سنحريب يرسل عرضيه في المكان السليم، في المكان الصحيح، يا ضاعت، ضاعت، ويا ما ضاعت فرص في شوط المباراه الاول. معلش، ممتاز الكرة من اللاعب عمر خبرين، في كرة خطيرة جدا للمنتخب السوري الذي أتيحت له أكثر من فرصة ولم يتم استغلالها في شوط المباراة الأول، لكن شوط في إثارة، في لعب كرة قدم ممتاز، في روح، في رغبة واضحة من جانب الفريقين، سواء من جانب المنتخب السوري أو حتى من جانب المنتخب السنغافوري، لأنهم يعلمون بأن هذه المباراة يعني بالنسبة لهم ستكون مهمة جدا، الفوز يعني الدخول في الصراع الحقيقي، لأن سوريا راح يكون لديها 4 نقاط، وبالتالي الانتصار أمر مهم وفي غاية الأهمية. كرة في الطرف الأيسر تبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، رمية تماس للمنتخب السنغافوري، هنا الجماهير السنغافورية وجانب من السواح في الصورة يظهرون المتواجدين في سنغافورة، أكيد وبلا شك بأنهم مستمتعين بأجواء سنغافورة. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ستانك من مدينة أنتراخت فرانكفورت، الكرة ترسل إلى الأمام، محاولة وصلت، حكم المباراة اللي مع هذه الكرة ينهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين سنغافورة وسوريا. هكذا انتهت أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي، بضاعة فرص كثيرة من المنتخب السوري، استراحة قصيرة فيما بين شوطي هذه المباراة، على أمل أن ألتقيكم في شوط المباراة الثاني. إلى ذلك الحين تقبلوا أجمل تحية مني، محدثكم سمير اليعقوبي، وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي نساتي سادتي أحبتي الكرام في كل مكان، مشاهدين عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، عودة مجددة مع حضراتكم لشوط المباراة الثاني من لقاء سوريا سنغافورة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأستراليا 2015. تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف، مع عدة فرص، مع عدة محاولات
للمنتخب السوري لم ينجح من استغلالها ولم ينجح من الوصول إلى مرمى المنتخب السنغافوري، وبالتالي هذا التعادل السلبي لن يكون في مصلحة الفريقين. لذلك أنس مخلوف الرجل الواضح أمامك مدرب المنتخب السوري أعطى التعليمات بلا شك، أعطى التوجيهات للاعبيه بأن يقاتلوا في هذا الشوط الثاني وبأن يقدموا مباراة كبيرة وبأن ينجحوا في تحقيق النقاط الثلاث، وهم قادرون على ذلك بلا شك. ركلة مرمى للمنتخب السنغافوري، الكرة تبعد وصلت في الجهة اليسرى، محاول الآن للمنتخب السوري، انطلاقة في الجهة اليسرى، مرور بشكل ممتاز، تهيأت صح، وين اللي حطها صح؟ وين اللي حطها صح؟ سنحريب مشاها، كرة المنتخب السوري، ياه على فرصة بتضيع مع بداية شوط المباراة الثاني، أضاعت عن طريق اللاعب محمود المواز، تستمر إضاعة الفرص وتستمر إضاعة تسجيل هدف المباراة الأول، وبكل تأكيد الحسرة من قبل السيد أنس مخلوف. شوف سنحريب مشاها صح، المواص حطها لكن ما حطها في المكان الصحيح، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى للمنتخب السنغافوري. شوف ردة الفعل من السيد أنس مخلوف اللي كان يتمنى بأن الكرة تسكن الشباك، محاول الآن للمنتخب السوري، المواس بيحاول خذوهات، يا سلام، لكن الكرة بعيدة إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى للمنتخب السنغافوري. في كلا الأحوال المنتخب السوري سيسجل، لأن التعليمات ربما فيما بين شوطي هذه المباراة من السيد أنس مخلوف، التوجيهات على أن يهاجم الفريق، على أن يضغط الفريق، على أن يكثر من محاولاته، على أن يحاول أن يباغت مرمى المنتخب السنغافوري، وأكيد يعني اللاعبين يعلمون بأن المسؤولية كبيرة عليهم جدا. كرة بتلعب إلى الأمام، تبعد بشكل ممتاز، وصلت في الجهة اليسرى، لؤي شينكو طالت من أمامه والكرة إلى رمية التمس. بعض الفرق كسنغافورة يعني تحدث عن هونغ كونغ، المنتخب اللي تعادل مع أوزبكستان، والمنتخب الذي يتأخر في هذه اللحظات أمام الأبيض الإماراتي اللي يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق علي مبخوت. الكرة تصل بالجهة اليسرى للمنتخب السنغافوري، كيوي يرسلها إلى الأمام، لكن المرتدة للمنتخب السوري، انطلاقة سريعة ممكن الآن في الجهة اليمين في المكان السليم، المواس فرصة الآن، فرصة الأول، فرصة الأول، المواس عرضية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة ركنية للمنتخب السوري، محاولات تستمر، فرص تستمر، نسور قسيون يريدون أن يحلقون هنا في سنغافورة بهذه المحاولات، بهذه الفرص. محمود المواس يعيني عليه، لعيب الولد، لاعب خطير جدا، لاعب إمكانياته عالية، لاعب محمود المواس. الكرة ترسل إلى الأمام، تبعد بشكل سليم، وصلت لهاريسو اللي يبعدها لكن خاطئة، ما زالت في أرضية الملعب. حسين لجويد بيحاول، لجويد الكرة معاه، يمشيها وين؟ مشاها لكن الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. رمية تماس للمنتخب السوري الذي يسيطر على شوط المباراة الثاني، والذي يظهر بوجه الحقيقي، يظهر بوجه الحقيقي، ظهرت الإمكانيات. كرة الآن في الجهة اليمين لجويد، مشاها إلى الأمام، الكرة تبعد والكرة إلى رمية تماس. رمية تماس طبعا التشكيلة في المباراة الماضية تحدث عن تواجد مؤيد العجان، عدي جفال، أحمد كلاسي، كل هذه الأسماء كانت متواجدة في مباراة الأردن، لكن السيد أنس خلف قام بإجراء تغيير في هذه المباراة، إضافة بعض الأسماء الذي يرى بأن بإمكانها أن تشكل إضافة القوية للمنتخب السوري. رمية تماس للمنتخب السوري، الكرة في الجهة اليسرى، ترسل إلى الأمام، سوريا تحاصر سنغافورة، سوريا تحاصر سنغافورة،
في أول اللحظات في شوط المباراة الثاني. الكرة ترسل الجهة اليسرى، محاولة الآن، يا سلام على المرور، المواس خذوهات بشكل سليم، والكرة إلى رمية تمس. الضغط يولد الانفجار، الضغط يولد الانفجار، فمتى يأتي هذا الانفجار؟ جماهير سنغافورة تحضر وتؤازر، وجماهير سوريا تتابع خلف الشاشات بأمنيات كبيرة جدا من خلال هذه المباراة. هذا اللاعب نديم صباغ، اللاعب اللي لم يتواجد في المباراة الماضية أمام المنتخب الأردني ويتواجد في هذه المباراة أمام المنتخب السنغافوري، بيقدم أداء جيد. مهم جدا أن تستغل الفرص، مهم جدا أن تسجل قبل أن يسجل في مرماك، هكذا هو في عرف كرة القدم، إن لم تسجل فسيسجل في مرماك، هكذا علمتنا الساحرة المستديرة، الساحرة المجنونة. الكرة ترسل إلى الأمام للمنتخب السوري، ترسل محاولة الآن لكن تبعد في منتصف ملعب المباراة، وصلت في الجهة اليمين لكن إبعاد ممتاز، ما زالت والكرة لخارج أرضية الملعب رمية التماس. كل التوفيق لكل المنتخبات العربية. اليوم لدينا أيضا لقاء كبير منتظر، مصر وغانا، بذكريات نهائي إفريقيا. الأحفاد الفراعنة يبحثون بكل تأكيد عن نتيجة إيجابية، وأنا أقول من انتصر على إيطاليا بهدف حمص ومن خسر من البرازيل ظلما في كأس القارات 4-3 ليس عاجزا على أن يحقق الانتصار على المنتخب الكبير المنتخب الغاني. كرة بتلعب إلى الأمام في منتصف الملعب للمنتخب السنغافوري، محمود فارتيز مشوها إلى الأمام، هاريسو ينطلق يرسل كرته ليخطر لاعب شرحال إسحاق، الكرة في الجهة اليمين للمنتخب السنغافوري، محاولة ترسل كرة والكرة خطيرة ما زالت مستمرة في الجهة اليسرى، فرصة الآن للمنتخب السنغافوري، لكن دائما مصعب بلحوز في المكان الصحيح، في المكان السليم، في المكان الآمن يتواجد ويبعد الكرة الماضية الخطيرة للمنتخب السنغافوري. لا أعتقد بأنها ستستمر سلبية، لا أعتقد بأنها ستستمر سلبية، الأمور راح تتغير في الدقائق القادمة. كرة بتلعب في الجهة اليسرى، تبعد والكرة فيها خطأ لصالح المنتخب السوري، خطأ يحتسب وفي لاعب ساقط على أرضية الملعب، شرحال إسحاق اللاعب السنغافوري الأخضر، اللاعب رقم 17 وقائد منتخب سنغافورة. كرة بتلعب على فكرة، شرحال إسحاق هو أكثر لاعب مثل المنتخب السنغافوري ب 107 مباراة دولية و11 هدف دولي، وبالتالي هو أكبر لاعب وأخطر لاعب. وكرة للمنتخب السوري لكن خروج موفق من حارس المرمى اللي بيقدم أداء ممتاز وأداء كبير في هذه المباراة. كرة بتلعب في منتصف الملعب، محمود فارتيز في الجهة اليسرى، تمرير كرة إلى الأمام، فرصة للمنتخب السنغافوري في الجهة اليسرى، عرضية والكرة تبعد ممتازة، التغطية من الدفاع السوري، محمود المواس، الكرة عدت وتحولت إلى رمية تماس، عدت وتحولت إلى رمية تماس. لدينا تبديل قادم في هذه اللحظات، والتبديل أول في هذا اللقاء، شاهد من سيشارك. لاعب رقم 13 شفيق جاني يترك أرضية الملعب، وشفيل عيسى هو من يشارك، شفيل عيسى هو من يشارك. كرة ملعوبة، محمود المواس أبعدت من أمامه وعادت سنغافورية في الجهة اليمين،
محاولة مرور وتقدم بشكل ممتاز، عرضية والكرة تبعد، خطيرة للمنتخب السنغافوري الذي بدأ يحاول، لكن لدينا كرة وهجمة مرتدة تعود مجددا في منتصف ملعب المباراة للمنتخب السنغافوري. محاولة، فرصة في منتصف الملعب، يا سلام على التمرير والكرة إلى خارج أرضية الملعب، هي رمية تماس للمنتخب السوري. هنا برينت ستانغ المدرب الألماني الذي يأمل ويطمح بالفوز في هذه المباراة، يقول إن كسبنا سوريا فأننا دخلنا الصراع الحقيقي. وهنا الجماهير السنغافورية التي تحضر وتؤازر وتشجع منتخب بلادها، وهو حق مشروع من خلال هذه المباراة. كرة ملعوبة في منتصف ملعب المباراة، محاولة ترسل في الجهة اليسرى للمنتخب السوري، بحث عن الكرة العرضية عن طريق نديم صباغ، أرسلها الصح والكرة تبعد من أمام محمود مواز، عادت يا سلام على المرور، مرتدة الآن للمنتخب السنغافوري، عادت سوريا في منتصف الملعب في الجهة اليمين، جويد يبحث عن العرضية المثالية، جويد مر عرضها الله على كرته لكن ضاعت، عادت مرة أخرى، الكرة ترسل إلى الأمام، المنتخب السنغافوري يقدم أداء دفاعيا على أعلى مستوى في هذا اللقاء في هذه المباراة. محاولة المنتخب السوري الذي يهاجم، الذي يتقدم إلى الأمام، الذي يلعب على طبيعته، الذي يلعب بالطريقة التي تعودنا عليها في السنوات الماضية، التي تعودنا عليها في بطولة كأس آسيا الأخيرة في الدوحة، بهذه الطريقة كانوا يلعبون. المواص بيحاول، عرضها بشكل ممتاز لكن الكرة تبعد، اللمسة الأخيرة تبقى حائرة، اللمسة الأخيرة تبقى غائبة عن المنتخب السوري. يصل كثيرا لكن مين يخلص؟ مين يخلص؟ مين ينهي؟ مين يعمل للمنتخب السنغافوري جيم اوفر؟ رمية تماس، لكن مباراة فيها صعوبة على المنتخب السوري نظرا لهذا الأداء المحترم الذي يقدم المنتخب السنغافوري حقيقة. محمد عيسى بن عبد الله في منتصف ملعب المباراة، محمود فرتيز لشيفي العيسى البديل، كرة عادت للمنتخب السوري، لويشينكو بيحاول، أحمد الصالح، كرة ترسل إلى الأمام، الدوري ممتاز لكن تبعد من أمامه، خط دفاع متماسك وقوي جدا للمنتخب السنغافوري، فرصة الآن، محاولة ما زالت مستمرة، تبعد 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 بشكل سليم، تبعد بشكل سليم وتعود للمنتخب السوري لايشينكو. لايشينكو في الطرف الأيسر بيمشيها. ما زلنا ننتظر مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء، إن أتى التعادل فإنه سيكون التعادل الثاني للمنتخب السوري والتعادل الأول للمنتخب السنغافوري. كرة في الجهة اليمين، جويد مشاها صح، يا سلام يا عيني، فرصة الآن، انطلاقة، مهدي زهير يرسلها إلى الأمام، الدوني، لكن في نوع يعني خلينا أقول من التسرع يعني في لحظة الوصول إلى المرمى. نوع من الاستعجال واضح. سلامات للاعب سنحريف مالكي. تبديل اخر للمنتخب السنغافوري. ادم بن سواديني يشارك في هذه اللحظات وشادان هو من يترك ارضية الملعب. 60 دقيقة مشاهدينا متابعينا في كل مكان في شوط المباراة الثاني من هذه المباراة، ما زالت النتيجة 0-0. كرة في الجهة اليسرى، تحدثت عن 10 لقاءات للمنتخب السوري،
أمام منتخبات شرق القارة الآسيوية في هذه التصفيات. خسارة كانت وحيدة من كوريا الجنوبية في تصفيات 2006 بالإضافة إلى 4 تعادلات. إن أتى التعادل اليوم سيكون التعادل الخامس، لكنهم يبحثون عن الانتصار السابع. كرة ملعوبة ترسل أمامية بشكل خاطئ، كرة في منتصف الملعب إلى خارج أرضية الملعب، رمية ترس. رمية تماس للمنتخب السنغافوري الذي ما زال متمسكا بما يقدم، متمسكا بما يريد. كرة خطيرة الآن، جول 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 للمنتخب السنغافوري. فعلوها السنغافوريين، وسجلوا في هذه اللحظات في التوقيت المهم والمهم جدا. تسجل سنغافورة على المنتخب السوري. إذا كما تحدث وكما قلت، عرف كرة القدم يقول إن لم تسجل فسيسجل في مرمان. هدف أول يسجل في هذه المباراة عن طريق خليل أميري. خليل أميري رقم 19 يضع سنغافورة في المقدمة. التغطية الدفاعية الضعيفة جدا هي السبب بكل تأكيد، وربما الخروج اللي كان في تسرع من مصعب بلحوز خرج لإنقاذ الموقف، لكنه وجد نفسه أمام هدف وفرحة تستاهل في هذه اللحظات. ما زال هنالك متسع من الوقت لتعديل النتيجة بكل تأكيد. كرة في منتصف ملعب المباراة وصلت لمهدي زهير، يرسلها عالية إلى الأمام بتعود للخلف، عرضية ممكن هي كذلك. الكرة ما زالت لكن تبعد من الدفاع، يدافعون بطريقة أكثر من ممتازة، لكن المنتخب السوري ينقص لاعب كفراس الخطيب، يعني نظرا للفرص اللي أضاعها ينقص لاعب كفراس الخطيب، لأن فراس لاعب هداف، لاعب يستغل الفرص والمحاولات، وبالتالي لذلك أقول هم بحاجة إلى لاعب كفراس الخطيب، مع أنه في عدة أسماء موجودة ممتازة جدا حقيقة. خطأ للمنتخب السنغافوري. في بطاقة صفراء. رمية تماس. كرة بتلعب إلى الأمام. تحولت إلى ركلة مرمى. ما زال هنالك وقت. ما زال هنالك متسع من الوقت. كرة ترسل إلى الأمام، سهلة وصلت. وصلت سهلة لحارس المرمى الذي أنقذ العديد من الفرص. ركلة مرمى.
الكرة بتعود في منتصف ملعب المباراة، وصلت الآن خطيرة، سقوط على أرضية الملعب، إعطاء مبدأ تحت الفرصة للمنتخب السوري، لكن الكرة بتضيع، عادت مرة أخرى، يجب على اللاعبين ألا يستسلموا، ألا يسلموا المباراة، أن يقاتلوا في هذا اللقاء، لأن الخسارة ستؤثر كثيرا. أقول الخسارة ستؤثر كثيرا. رمي التماس، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس للمنتخب السوري، فرص كثيرة جدا ضاعت، فرص عديدة جدا ضاعت. كرة ملعوبة، كرة ترسل في منتصف ملعب المباراة، جويد بيحاول يمر لكن الكرة ابعدت من أمامه، والكرة بالتالي تحولت إلى رمية تماس. تبديل للمنتخب السوري، تبديل للمنتخب السوري بدخول اللاعب رقم 10 اللاعب عبد الفتاح الأغا، اللاعب رقم 10 عبد الفتاح الأغا الذي ربما يأتي بالحل والعودة، بينما حكم المباراة يطالب سنحريب مالكي بتلقي العلاج اللازم. خطأ يجب بأن يستغل، خطأ يجب بأن يستغل في الدقيقة 68 من زمن شوط المباراة الأول. الكرة ترسل عرضية عالية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. لما تفتقد للتركيز يعني المسألة تكون صعبة عليك، تكون صعبة عليك جدا. تحتاج إلى عمل وعمل كبير لكي تعود للمباراة مرة أخرى، وبالتالي يعني أتمنى من لاعبي المنتخب السوري بأن لا ييأسوا، وبأن يحاولون بأن يعدلون النتيجة، على الأقل التعادل أفضل من الخسارة في ظل الظروف، في ظل ظروف هذه المجموعة. ننتظر ونشاهد. خطأ، كرة بتلعب في الجهة اليمين، وصلت لجويد، جويد بيحاول، تقدمه ممتاز، حكم المباراة لا يعطي خطأ، وقرار ظالم بلا شك. تعود الكرة مرة أخرى، هي إلى رمية التماس، إلى رمية التماس. في أشياء وفي كرات ما هي محتاجة لكلام، واضحة إنها خطأ. على أي حال كرة ملعوبة، الآن سيحاولون التمسك بهذا الهدف، وها هم يحاولون إضافة هدف ثاني. تغيير اتجاه اللعب بشكل ممتاز إلى الجهة اليمين للمنتخب السنغافوري. الكرة العرضية الخطيرة، خطيرة خطيرة خطيرة، والكرة في النهاية تبعد، الكرة في النهاية تبعد. سوريا يجب بأن تعود، يجب بأن تعدل النتيجة، لكن الكرة إلى خارج أرضية. رمي التماس، كرة ملعوبة، سقوط على أرضية الملعب،
رمية تماس، تعود في منتصف الملعب للمنتخب السوري. خذوا هذا بشكل ممتاز، البحث عن الكرة العرضية، فرصة عرضية عالية، يا الله ضاعت ضاعت. الكرة تحولت إلى ركلة مرمى. الآن السيطرة أستطيع بأن أقول بأنها للمنتخب السوري، لكن سيطرة يجب بأن تكون إيجابية. خطأ للمنتخب السوري أو للمنتخب السنغافوري، يعني لعلها من المرات القليلة النادرة اللي يشاهد المنتخب السنغافوري يلعب بهذا الروح بهذه الطريقة. لا شك بأنه تقدم، ولا شك بأنه عمل على نفسه كثير، هذا واضح. خطأ للمنتخب السنغافوري. إذا ما زالت النتيجة مشاهدينا متابعينا في كل مكان الواضح أمامك هي تقدم المنتخب السنغافوري بهدف مقابل لا شيء. كرة تلعب إلى الأمام، تبعد. لويشينكو يتلقى بطاقة صفراء، يجب التركيز. كرة بتعود للخلف حارس المرمى. شوف حتى أخذ الثقة في مسألة التمرير، في مسألة تبادل الكرات في المناطق الخطيرة، وهذا أمر طبيعي جدا. ربما كرة تحولت إلى خطأ. سنغافورة هل تحقق الثلاث النقاط الأولى اليوم وتعيد الأمل؟ هنا إعادة لهدف المباراة، الهدف الأول في هذا اللقاء، وبالمناسبة هو الهدف الأول لسنغافورة في التصفيات. كرة في الجهة اليسرى، مصعب بالحوسة بعدها. سنغافورة بتقدم أداء كبير، بتقدم أداء كبير. مرتدة الآن للمنتخب السوري، الكرة وصلت في الطرف الأيسر، محاولة المرور، انطلاق بشكل ممتاز، عودة الكرة للخلف. عبد الفتاح الآغا يتقدم، مروره ممتاز، مشاها صح الكرة، لكن في النهاية ضاعت، في النهاية ضاعت. كرة تعود إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، تستمر الأمور بهذه الطريقة مشاهدينا الكرام. كرة ترسل عرضية للمنتخب السوري، وصلت في الجهة اليسرى، بحث عن إرسال كرة عرضية. ما زالت المحاولة مستمرة بشكل ممتاز. الفرصة الآن لكن تضيع، لكن فرصة التعادل ما زالت قائمة. الكرة ممكن ترسل إلى الأمام، وصلت في الجهة اليسرى، نديم صباغ ممتاز. المحاولة ما زالت، الفرص تضيع، فرصة الأخرى. وصلنا للربع ساعة الأخيرة، للربع ساعة المهمة جدا. الآن المنتخب السنغافوري بأكمله متراجع، بأكمله في المناطق الخلفية. حكم المباراة يحتسب خطأ. يتمنك يا رجل أنك تحتسب خطأ بعد عدم احتساب العديد من الأخطاء المهمة للمنتخب السوري. أنس مخلوف، أنس مخلوف المدرب السوري الثاني عشر في تاريخ كرة القدم السورية، لكنه حتى الآن لا ينجح في الوصول إلى ما يريد
خطأ وبإذن الله تأتي العودة، خطأ وبإذن الله تأتي العودة. الكرة تبعد، وصلت في منتصف الملعب للمنتخب السنغافوري، ترسل إلى الأمام. اعتمادهم على المرتدات، اعتمادهم على شرحان الإسحاق، لاعب الخبرة، نجم الخبرة، يتقدم الآن بمرر الكرة ممتازة. شوف الهجمة المرتدة السريعة، وصلت في الجهة اليمين، بحث عن العرضية للمنتخب السنغافوري، فرصة ما زالت مستمرة، عادت في الجهة اليمين، محاولة خذ وهات لكن بتضيع، عادت للمنتخب السوري. الكرة في الجهة اليسرى، فرصة للعودة، عبد الفتاح الأغا، يا الله كيف تضيع، كيف تضيع فرصة مثل هذه، كيف تضيع يا سنحريب مالكي، كلهم بانتظار التعادل. هذه الفرص التي ضاعت، فرصة تلو الأخرى، أين أنت يا فراس، أين أنت يا فراس الخطيب لكي تعود بسوريا للمباراة؟ ليس تقليلا من قيمة اللاعبين المتواجدين، لكن واضح من خلال إضاعة الفرص بأن لا يوجد الهداف، بأن لا يوجد اللي يخلص. فرصة الآن للمنتخب السوري، تقدم ممتاز، مرور رائع، تسديدة قوية، الكرة بتعود للمنتخب السنغافوري، راح تكون خطيرة. مرتد الآن هاريسو في منتصف الملعب بيحاول، كرة معاه، يكسب خطأ. أول مرة في حياتي أشاهد سنغافورة تلعب بهذا الطريق. يا جماعة، منتخبات شرق القارة الآسيوية اتحاداتهم تعمل عمل كبير جدا من أجل تقدم كرة القدم في شرق القارة. اليوم تشوف سنغافورة تقدم هذا الأداء، تطبق خطة المدرب بالحرف الواحد. لدينا كرة المنتخب السوري، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة ركنية. يعني 1-1 أفضل من 1-0، 1-1 تعادل وأنت تلعب خارج أرضك أفضل بكثير من أنك تخسر. خسارة راح تؤثر على مشوار سوريا في هذه التصفيات. ضربة ركنية، إن أتت الخسارة ستكون الخسارة الثانية للمنتخب السوري من 10 لقاء من هذا اللقاء رقم 11 فيما بينه وفيما بين منتخبات شرق القارة الآسيوية، خسارة وحيدة أمام الشمشون الكوري. ضربة ركنية للمنتخب السوري، تبعد، وصلت في منتصف الملعب، فرصة الآن، عادت مجددا في الجهة اليمين، حسين الجويد، كرة ترسل إلى الأمام، التركيز يا شباب، الكرة، والكرة تبعد مرة أخرى، ما زالت المحاولة مستمرة. المنتخب السوري يجتهد، يحاول يضغط على لاعبي المنتخب السنغافوري، لا يريدون الخسارة، يعلمون بأنها مؤثرة في المشوار. إن شاء الله تعود سوريا، إن شاء الله تعود سوريا، إن شاء الله تعود سوريا في هذا اللقاء. فرصة الآن، كرة في الجهة اليسرى، محاولة للمنتخب السوري، فرصة، خذوات بشكل ممتاز، لكن كم في أفضل، كم في أفضل، كم في أحسن، كم في ممكن تصرف أفضل من التصرف هذا. يعني الونتج الخذوات حلوة، لكن في مكان ضيق وسط كثافة دفاعية كبيرة، الأمور ما تمشي، الأمور ما تمشي. جماهير السنغافورية سعيدة، سعيدة بهذا التقدم، سعيدة بهذا الانتصار. إذن سنغافورة تناشد الوصول إلى استراليا، وبالمناسبة العلاقة بين استراليا وسنغافورة علاقة ثنائية، يعني استراليا مع سنغافورة واحدة من أقرب الدول الأكثر شمولا في جنوب شرق آسيا. يستمد كل هذا من الدفاع والتعليم والسياسة والتجارة والسياحة، فضلا عن التوقعات بين البلدين. استراتيجية مماثلة، سنغافورة واستراليا التعاون حول العديد من الأمور، واليوم سنغافورة تنتصر
حتى هذه اللحظة وتريد الوصول إلى سيدني. كيوك جين إي. كيوك جين جي الذي يشارك البديل في شوط المباراة الثاني. أيضا هناك تبديل من جانب المنتخب السوري، تعرف عليه نديم صبغ يترك أرضية الملعب ورجا رافا يشارك في هذه اللحظات. فرصة خطيرة خطيرة، جول جول سنغافورة بشكل مختلف. أي حظ تملك يا كيو جين جي، الآن تدخل والآن تسجل في أول كرة يستلمها، في أول فرصة يسجل لمنتخب سنغافورة، وبرندستان يصفق للمنتخب السنغافوري. أوه على ما أشاهده، على ما أراه، سنغافورة تحقق حتى هذه اللحظة انتصار ثمين وثمين جدا. الأخطاء الدفاعية التي كلفت المنتخب السوري الخسارة حتى اللحظة حقيقة، خط دفاع غير متوازن. شوف التحرك من اللاعب، والله محظوظ يعني، في أول كرة لسه داخل ويسجل هدف ثاني. شو هالحظ اللي تملكه، وبرندستان يفرح ومن حقهم بأن يفرحون، لأنهم يعلمون بأنها مباراة في غاية الأهمية. كرة تصل في الجهة اليسرى، الجويد يحاول، إذا برندستان ينجح ويتفوق على أنس مخلوف. ونحن نلعب أحبتي الكرام في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الثاني في هذا اللقاء. حقيقة خسارة ستكون مؤثرة جدا. فرص أتيحت بالجملة في الشوط الأول ولم تستغل، لكن هذا لا يعني بأن المنتخب السوري لم يلعب مباراة كبيرة. الخلل كان واضح في الخط الخلفي، الخط الخلفي من وجهة نظري هو يعني الذي كلف المنتخب السوري الخسارة في هذه المباراة. كرة ملعوبة، تمركز اللاعبين في الخلف ما كان صحيح. في الجهة اليمين أحمد الصالح بيسدد كرة تبعد من أمامه، وصلت في منتصف الملعب بتعود الخلف. تراجع كلي للاعبي المنتخب السنغافوري وهو أمر طبيعي. الكرة عرضية ما كان فيها تفاهم، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة خسارة ثانية حتى هذه اللحظة للمنتخب السوري بعد الخسارة الأولى من المنتخب العماني في أول مباراة في مسقط. يعني سيكون وضع هذه المجموعة إن فاز المنتخب السنغافوري ثلاث نقاط، وسيتقدم إلى المركز الثالث، وسيضع المنتخب السوري بنقطة واحدة في المركز الأخير، وستبقى الصدارة كما هي المنتخب العماني في مواجهة المنتخب الأردني في واحدة من المباريات الكبيرة وفي واحدة من المباريات التي تحمل الذكرى الجميلة للمنتخب الأردني بكل تأكيد. في التصفيات الماهرة لمونديال البرازيل نتذكرها جميعا. ركلة مرمى، كرة ترسل إلى الأمام للمنتخب السوري في الجهة اليمين،
فرصة مرور عرضية ممتازة والكرة تبعد. عادت مجددا حسين حريب بيقاتل، حسين حريب بيحاول، لكن اللاعب المنتخب السنغافوري يحاول يخطف كرة ممتاز. لؤي شينكو ممتاز. الكرة عادت مجددا. في منتصف الملعب في الجهة اليمين. أقصى الطرف الأيمن جويد يحاول يتقدم. الكرة في النهاية إلى رمية تمس. رمية أو ضربة ركنية. ضربة ركنية للمنتخب السوري. إذن أنس مخلوف ماذا بعد هذه الخسارة؟ أكيد بأن غير راضي. خطأ للمنتخب، ضربة ركنية للمنتخب السوري. كرة بتلعب عرضية عالية والكرة سهلة في أعماق حارس المرمى. يتألق حارس المرمى في هذه المباراة. كرة ملعوبة في الجهة اليمين. فرصة خطيرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلتنا الكرة بتلعب لي المنتخب السوري. خسارة غير متوقعة وغير منتظرة، لكن أقول بأن المنتخب السوري قدم مباراة كبيرة. نعم، في ظل كل الظروف، بالنظر إلى الأحوال، لكنهم قدموا أداء كبيرا. يعني خلينا أقول برافو المنتخب السوري حتى وإن خسر في هذا. نعم الخسارة مؤثرة لكن واردة في كرة القدم، لكن يجب بأن لا تنسوا ولا تتناسوا لاعبي المنتخب السوري نفسيتهم كيف وهم يلعبون هذا اللقاء. هذا أمر طبيعي، لعب كرة القدم أهم نقطة وأهم شيء هي نفسية لاعب كرة القدم. إذا كان مرتاح راح يقدم مباراة كبيرة، وإن كان يفكر بأمر آخر فربما لا يستطيع تقديم ما تريده. رمية تمس. هنا جانب من الجماهير والحضور السوري في هذه المباراة. الجالية السورية التي يعني تتواجد في سنغافورة. فرصة، كرة إلى الأمام، تقدم. يا عيني عبد الفتاح الأغا، الله يا أغا، وينها من زمان؟ وينها من الشوط الأول؟ والله ما هو المنتخب الصعب. سوريا تقلص الفارق في هذه اللحظات بقذيفة والأروع، بقذيفة والأجمل. الله على هدف يسجل في هذا التوقيت، على هدف يسجل ربما متأخرا، لكن على أي حال أتى الهدف. هدف مهم ومهم جدا في توقيت صعب. هل تعدل سوريا النتيجة؟ ننتظر ونتابع مشاهدينا الكرام. اللاعب اللي سجل اللاعب ياسر شوشار هو اللي سجل هدف تقليص الفارق للمنتخب السوري. ما زال هنالك متسع من الوقت من اجل التعديل، من اجل العوده لهذا اللقاء، وما اجملها من عوده حتى وان كانت التعادل. مرور ممتاز، ما فيها شيء يا حكم المباراه. هذا اللاعب رقم 7
قصي حبيب. قصي حبيب اللاعب اللي حاول، لكن شوف الهدف الجميل، خذ وحده وشاف المكان وخذ المساحة وعلق الكرة في الشبك وحط الهدف الأول للمنتخب السوري، هدف تقليص الفارق المنتخب السوري. ونحن نعلم بأن لاعبي المنتخب السوري لن يستسلمون. يا حكم المباراة شو تسوي يا حكم المباراة؟ يعني محتسب ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، واللاعب صار له ساقط على أرضية الملعب دقيقة. يا رجل يا رجل يا رجل، دقيقة وهو ساقط على أرضية الملعب، دقيقتين كل ما يتبقى، دقيقتين كل ما يتبقى. إن شاء الله ترجع سوريا. دعواتكم في الدقيقتين الأخيرتين من هذا اللقاء. الكرة ملعوبة، تبعد بشكل ممتاز، خطأ يحتسب لصالح المنتخب السوري بشكل أسرع بشكل أسرع بشكل أسرع. مصعب الحوز الخروج بنقطة أفضل من التعادل، أو الخروج بنقطة أفضل من الخسارة عفوا. جويد، كرة ترسل إلى الأمام في منتصف الملعب، ترسل عالية، محاول الآن، فرصة في الجهة اليسرى ما زالت مستمرة للمنتخب السوري. البحث عن الكرة العرضية، وين الإسناد؟ الإسناد يأتي من الجهة اليسرى، الكرة العرضية العالية للمنتخب السوري أبعدت وعادت ما زالت مستمرة. المحاولة تبعد من لاعبي المنتخب السنغافوري في منتصف الملعب، انطلاق الآن، الكرة يجب أن تكون إلى الأمام، إلى الأمام يا شباب. محاولة أرسلت إلى الأمام، يا عيني التسديد، يا الله يا الله. سوريا ليس من المفروض أن تخسر في هذا اللقاء، وهنا أقول الحقيقة، لم تستغل فرص سوس المباراة الأول، وإلا المنتخب السنغافوري لم يتجرأ على أن يفعل ما فعل في شوط المباراة الثاني. 2-1 2-1 2-1، تصير 2-2 تصير 2-2 حلوة، تصير 2-2 حلوة. الثواني واللحظات الأخيرة للمنتخب السوري، الكرة في منتصف الملعب، محاولة مرور ما زالت مستمرة، حكم المباراة سيء سيء. كرة الآن للمنتخب السوري، ترسل في الجهة اليمين، جويد يرسلها عرضية عالية أبعدت، والكرة والمباراة ربما وصلت إلى النهاية. لكنني أقول حتى وإن خسر المنتخب السوري فأنه قدم مباراة كبيرة. إلى الأمام يا مصعب. إذن في هذه اللحظات أحبتي الكرام في كل مكان، نهاية شوط المباراة الثانية ونهاية هذا اللقاء. المنتخب السنغافوري يتفوق على المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف، العودة كانت متأخرة للمنتخب السوري. أقول هارد لك من القلب للمنتخب السوري، قدمتم مباراة كبيرة، الخسارة تعني الكثير مشاهدينا الكرام، لذلك أقول ما زال المشوار أمامكم. هارد لك للمنتخب السوري، هارد لك للجماهير السورية، التعويض في قادم هذه التصفيات. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، سعدت بصحبتكم وعلى أن ألتقيكم مباريات قادمة. تقبلوا تحياتي، محدثكم سمير اليعقوبي، وإلى اللقاء.